بعض الحالات الناجحه معانا برضو حسناء. الو الو، ايوه اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبه قلبي، اتفضلي. ازيك يا استاذ رامي؟ اهلا يا حسناء، ازيك؟ انا مبسوطه قوي ان انا شفت حضرتك. ربنا يخليكي، تسلمي، شكرا. شايفاك. ولنا يا حسناء، انت بتتابعي منظومه دايت اونلاين يعني التليفون ولا برضو رحت لهم؟ لا انا متابعاهم عن طريق انا متابعاهم بقالي شهرين عن طريق اللي كنت الاول لقيت دايت اونلاين على الفيس. وانا بتفرج برضو شفت التليفون، رحت انا وعملت سيرش على الفيس على دايت اونلاين، وبعد كده جبت التليفون بتاعهم وكلمتهم، وبقالي شهرين ماشي معاهم. صورتك معانا على الشاشه يا دكتور، في فرق كان من شويه وهتيجي تاني اهو. شهرين يا حسناء؟ شهرين وصلتي النتيجه الهايله دي بفضل دكتور رامي عطيه. الحمد لله، فضل ارادتك. الحمد لله، الحمد لله. انت عايزه تعملي حاجه لنفسك كويسه. هو دايما بنقول ان الحاله هي بطل الروايه. طبعا اللي عايز يعمل حاجه الطريق سهل، هتسمع وتفهم وناقش كل اللي انت عايزه. بس ما ننكرش مجهودك يا دكتور، والنظام الغذائي برضو والنظام الدوائي ده كله بيساعد. ما هي اكيد حاولت كتير يا دكتور. ما احنا بنقول اللي بيحاول من غير استشاره هو اللي ما بيوصلش لنتيجه مميزه. ما دام معاك حد فاهم دارس، يعني انا الحمد لله واخد كيمياء حيوي، يعني عارف كل ماده بتخش الجسم فيتامينز ومعادن وبروتينز وكربوهيدرات تاثيرها. يعني ده كله انت شفته في حالتها. طيب لو هنسال حسناء، قول لنا ايه اللي تم بالظبط معاك يا حسناء؟ ايه اللي دفعك اللي انت خلاص نويتي ان انت تخسي؟ وصلتي للوزن ده كل شهر ازاي؟ اتمنعتي من العلاقه من الاكل ولا لا؟ احكي لنا يعني. والله هو انا يعني كنت جسمي حلو قوي وانا بنت، وبعد ما اتجوزت زي اي ام بعد البيبي الاولاني بقى وصلت يعني تخنت قوي. طبعا قعدت في البيت، هرموناتي اتغيرت، الجسم فجاه اكل واحنا قاعدين زهقان انا والبيبي سهرانين، اكل اكل اكل، فجاه ما حسيتش بنفسي غير فجاه بقيت واحده تانية خالص. بس فطبعا ولا كان جوزي ولا كان عيلتي ولا صحابي كانوا يعني راضيين عن اللي انا بقيت فيه، وانا ذات نفسي ما بقتش عارفه نفسي. انا عرفت اللي انت وصلتي له من فرحه، وان انت صممتي ان انت تكوني معانا على الهواء وصورتك كمان تكون معانا، ده كان ايه؟ انا ببارك لك وبشكرك ان انت عايزه توصلي الرساله لكل الناس. بشكرك جدا يا حسناء.